عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم مبروك إخواني أخواتي متتبعي القناة. اليوم على بركة الله غادي نوريكم المقادير وطريقة تحضير حلوة الطرق الشامية. انطلاقا من هذا الاسم هذا كتعرفوا بأنها حلوة أجنبية عن المغرب، لأن الأصل ديالها من الشرق الأوسط. نبداو على بركة الله. أن المرحلة الأولى كنصيبوا فيها الطحينة اللي كنحتاجوا فيها كاس ديال الجنجلان محمر ومطحون، جوج معالق ديال طحين الفرس، كبيسه ديال الملحه غير شي شويه ديال الملحه حيت اصلا هي حلوه ما كتجيش مالحه. كنحتاجوا فيها نص كاس ديال الزيت. غادي ندوزو دابا نحمروا الجنجلان ديالنا ونحمروا الطحين ديالنا ونطحنوا الجنجلان ان شاء الله ونرجع لكم. اولا كنحمروا الجنجلان ديالنا، كنحمروه مزيان شويه ماشي بزاف كاع، ياخذ اللون ديالو ويتحمر. صافي هو تحمر الجنجلان ديالنا هايدو. نزيدو الطحين حتى هو تحمر شويه. دابا غنطحنو داك الجنجلان نطحنو حتى كيولي بودر. هانتوما كما كتشوفو هو كيولي بودر. نكملو اللي بقى لينا ديال الجنجلان ونرجع. بعد ما طحنا الجنجلان ديالنا مزيان درناه في هاد الطحانه هادي، غنزيدو عليه دوك جوج معالق ديال الطحين اللي حمرنا وغربلناه مزيان. ها هي الطحينه ديالنا من بعد ما طحنا الجنجلان والطحين فورس وشويه ديال الملحه ونص كاس ديال الزيت. طحناه في هاد الميكسور هذا، طحناه جيدا حتى ولا بحال شكل هكا بحال هاد القوام هذا. هذا هو العنصر الاول، العنصر الاساسي في هاد الوصفه هادي. كنحتاجو فيه الوصفه الثانيه يعني ديال الكماله ديال هاد الحلوه ديال الترك، كنحتاجو فيها ها الطحينه هادي، كاس ديال نيدو حليب غبره، كاس ديال سكر كلاصي، والمكسرات على حسب المتوفر عندك في الدار. وكنحتاجو ايضا هاد الطاسه هادي كتغطيها بالفيل اليمونتير ولا ببلاستيكا ولا اللي عندك، باش هذه هي اللي غادي نديرو فيها ديك الحلوه ديالنا باش تجي على هذا الشكل على هذا القالب هذا. ندوزو الطريقه. كنشدو هذا السكر كلاصي ديالنا، كنزيدو عليه حليب غبره، كنحركو هادشي مزيان حتى كينسجمو مع بعضياتهم. هاهو من بعد كنضيفو هاديك الطحينه اللي قدينا. دابا هيا دابا غادي نجمعو باليد بحال هكا حتى كتجمع لينا العجينة ديالنا أو الحلوة ديالنا، وكتطلق هداك الزيت ديالها. صافي نستمرو في الدلك حتى كتجمع لينا ونرجع ليكم. هيا حلوة الترك ديالنا وجدات من بعد ما دلكناها مزيان. ها هي كي كتكون بحال هاد القوام هذا، ما كتلصقش في اليد. صافي كناخذوا هذيك الطاسه ديالنا نديروا فيها مكسرات من تحت،
كناخذوا حلوة الترك ديالنا كنصيبوها بحال هكا هانتوما كما كتشوفوا وكنبركوا عليها مزيان باش تاخذ واحد المنظر زوين وواحد الشكل توالي زوين. هيا نسالي معاكم هنا كنبركوا عليها باش كيجي داكشي متساوي. هاهي حلوة الترك ديالنا وجدات. كنسدو عليها وكنخليوها في التلاجة لمدة ديال 5 سوايع اولا ليلة كاملة باش تنشف. ان شاء الله نوريها لكم كنخرجها من التلاجة ان شاء الله بحول الله. هاهي الحلوة ديالنا واجدة، حلوة الترك الشامية بالمكسرات. دابا غادي نديرها في التلاجة لمدة ديال 5 سوايع كما قلت لكم، وان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم ونوريها لكم ان شاء الله ملي نخرجها من الثلاجه. ها هي حلوه الترك ديالنا في الاخير كي كتكون من بعد 5 سوايع في الثلاجه. هذا هو الشكل ديالها النهائي، نقطعها معكم تشوفوها. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم الى فيديو لاحق ان شاء الله.